شرفتنا ونورتنا، شرفتنا ونورتنا، ولو انكم مش زينا لكن بقى الاسم كده هنعمل ايه في بختنا. على كل حال شرفتنا. ايه الافيش المبهج ده؟ صباح بتبتسم، وش جميل مقبول، كله شباب وحيوية، وجنبها أنور وجدي بيبتسم ولابس روب دي شامبر، حاجة كده آخر ألاجة. الأفيش بشكله ده بيقول إحنا حنشوف فيلم أنيق مبهج، في صباح وأنور وجدي وليلى فوزي وكمان فريد شوقي. فعلا إحنا حنشوف أنور وجدي وليلى فوزي وفريد شوقي، كل واحد باسمه. هو ده السيناريو اللي كتبه حسن الصيفي المساعد الأسبق في إخراج أفلام كتيرة لأنور وجدي. يعني دلوقتي أنور وجدي بيشتغل ممثل مع مساعده السابق حسن الصيفي اللي بيخرج لأول مرة. ده أفيش بيعتمد على الصورة في المقام الأول، وبيقدم الوجبة بتاعته واضحة، صورة مشرقة وأسماء الأبطال، وتحت اسم المخرج كاتب السيناريو حسن الصيفي، وكمان المصور مدير التصوير وحيد فريد، وأخيرا اسم المنتج أفلام شعر النحاس. شبكت قلبي شبكتين، احتاري روح فين ولا فين؟ شبكت قلبي شبكتين، احتاري روح فين ولا فين؟ الكل حب بنظرة واحدة وقلبي حب بنظرتين. احب مين انا معرفش، واروح لمين انا معرفش؟ احب مين انا معرفش، واروح لمين انا معرفش؟ تعالوا نشوف صورة تانية من الافيش باللغة الفرنسية. الافيش الفرنسي عليه من فوق انور وجدي لوحده، ده بطل الفيلم، وكمان في مجموعة واحدة بتمثلها صباح، فريد شوقي وليلى فوزي. اللي بيشد الانتباه للافيش ده ان فريد شوقي بقى بطل قدام انور وجدي. فريد شوقي ياما قام بأدوار صغيرة واتضرب ضرب من أنور وجدي في أفلام كتيرة زي طلاق سعاد هانم وأمير الانتقام. الشكل الرئيسي للأفيش رومانسي على هيئة قلب، وبجواره العشاق الأربعة اللي حيتنفسوا في الفيلم على قلوب بعض. يا ساتر يا رب، يعني احنا قدام فيلم عاطفي؟ وطالما ان في صباح يبقى الفيلم غنائي عاطفي طبعا. وزي ما الأفيش الأولاني الأبطال فيه بيضحكوا، أدي صباح لسه بتضحك، وكمان ليلى فوزي اللي كانت متجوزة في الفترة دي من بطل الفيلم أنور وجدي. تقدر تقول لي حياتي معاك ما تكونش لي زي الجنة. فعلا كلمات الأغنية دي انطبقت على حياة ليلى فوزي بعد ما اتجوزت في الواقع من أنور وجدي، كانت زي الجنة. لكن المرض ربنا يسامحه بقى، حول الجنة دي لألام وفراق. زي ما احنا شايفين في تصميم على الأفيش كأن احنا في قصة مكتوبة في كتاب، وده اللي بتقوله الصفحة دي من التصميم. تصميم الأفيش بيقسم الأفيش إلى جزئين، التلتين اللي فوق فيهم الموضوع الرئيسي الأبطال أسماء وصور، والتلت الأخير فيه البيانات اسم الفيلم واسم المخرج ومدير التصوير. لكن للأسف مفيش إشارة مين اللي وضع التصميم. عموما النوع ده من التصميم ما بيمضيش عليه مصمم الأفيش. الأفيش ده كان موجود على جدران سينما كوزمو في شارع عماد الدين في شهر فبراير عام 1954، لكن الأفيش ده اتعرض يوم الأربع 6 مارس سنة 54، والناس راحت تشوف أنور وجدي وهو بيتقابل مرة تانية مع صباح. كانت أول مرة تظهر فيها صباح في السينما سنة 1945 في فيلم القلب له واحد أمام أنور وجدي. المرة دي صباح بقت حتة قشطة، أيوة، وأنور وجدي في قمة تألقه بيكره زوجته، يا ساتر اللي اتفرضت عليه، وعايز يتخلص منها بأي سبب. عشان كده غنيت له أنا أكرهك، أنا أكرهك، أنا أكرهك، معرفش ليه أنا أكرهك، وجابوا حبل المشنقة في رقبتي برضه أكرهك، أكره النسمة اللي أشوفها فايتة وأنت جنبها، وأكره الوردة اللي أعرف إن
انك انت تحبها. واكره الشمس اللي اشوفك ماشي حتى في ظلها. واكره الدنيا لو انت تكون صحيح من قلب. تصبح على خير واد النجوم شاده وسما. تصبح على خير قوياك ما تصبح ولا توك. انا كرهك انا كرهك معرفش ليه انا كرهك. القصة زي ما احنا شايفين متاخدة من مسرحية كتبها بديع خيري، حكاية الزوجين اللي بيتجوزوا غصب عنهم عشان الميراث وحاجات زي كده، زي ما حصل بالظبط في فيلم انت حبيبي. وبعدين الحب بيشعل بينهم وتبدأ تغنيله وتقوله يا قطر يلي معاك قلبي وحبابه بتسعد هناك مفتوح لنا بابه مفتوح لنا. أبرز ما في العناوين اللي هنشوفها في فيلم خطف مراتي هو اسم مدير الإنتاج. مدير الإنتاج هنا هو رمسيس نجيب اللي كان بيشتغل في الفيلم ده في شركة شارل نحاس. رمسيس نجيب بعد كده بقى أكبر منتج في السينما المصرية وعمل أحسن أفلام بعد رحيل وتوقف العمالقة ومنهم أسيا. رمسيس نجيب هو أول واحد عمل احتكار في عقود مع نجوم أفلامه زي نجلاء فتحي ولبنى عبد العزيز. رمسيس نجيب كان مرحلة مهمة في تاريخ الفيلم العربي واللي قدم أجمل الأفيشات وياما حنشوف من أفيشات أفلامه وياما حنشوف. تقدر تقول لي حياتي معاك ما تكونش لي زي الجنة. وليه بتكرهني وكرهك واحنا اللي ممكن نتهنى. من يوم كتبنا غلب وهوان يفنى شبابنا قبل الأوان. واسأل كمان قلبك وعنيك انت السبب والحق عنك.